باخر فيديو توقعات نزلناه اللي سولفنا فيه عن هايبر تشارج مورتر اسمي ما طلعت صحيحة، بنفس الوقت ذكرنا شوية عن سالفة كرة القدم والفنا نظرية صعبة نتصدق، ولكن بهذا الفيديو حتقدرون تعرفون ايش هي المواسم الجاي، بالاضافة كمان لكل المعلومات اللي ذكرونا اياها براول اوف نقول من مصدر حقيقي. خليني اقول لكم كبداية وتحميل هذا الفيديو، يوم السبت اي 22 شهر حيكون عندنا البراول توب، وحنشوف فيه اغلب الاشياء اللي حتتذكر بهذا الفيديو. ساعتك شرب خلنا وخلينا نبدأ على طول. بداية خلينا نحكي عن الست أبطال اللي حصلوا على هايبر تشارج. بايبر وبارلي وفرانك وانجيلو وجيرو ايمز. بالتحديث الجاي يعني ب 22 شهر بالبروتوك هنشوف دول الست أبطال ايش حتكون الهايبر تشارج حقتهم. طبعا دول مؤكدين انه يكونوا بذا التحديث، لانه دايما بروسس بتورينا الأبطال اللي حيحصلوا على هايبر تشارج اللي حيحصلوها بالتحديث الجديد، يعني ما راح يسربوا لنا اياها بعد تحديثين زيادة ولا شيء زي هيك. وعلى ذكر فرانك ما انه حيحصل على هايبر تشارج بل كمان حيحصل على الريورك. لو ما بتعرف ايش يعني الريورك، الريورك هو انهم يغيروا كل الاشياء الموجوده بهذا البطل. تذكروا بيني زمان كيف كانت وكيف صارت، غيروا جيستا وغيروا مليون شيء فيها. نفس الموضوع مع فرانك اللي حيتغير تغيرات جذريه مع الريورك تبعه. فرانك قال انه فرانك حيحصل على الريورك، وفرانك حق سوبر سيل ذا طلع وتكلم بمؤتمر صار بكوريا فكتسريب جديد عشان يحمس اللاعبين، قال لنا ذا التسريب. ولو انتبهتم قال انه بالتحديث الجاي، يعني خلاص ذا شي مؤكد فرانك حيحصل على ريورك بالاضافة لهايبر تشارج. وشكله فرانك حيصير بالميتا يا شباب، يعني مو طبيعي انه هايبر تشارج وريورك وبعد عنده سكن ابو 300 جوهر حق كلاش رويال. دلعوا فرانك دلع الارض. طيب وش رايك انه مو بس فرانك حيحصل على الريورك بل ميك كمان؟ ذكرنا بواحد من فيديوهات التوقعات زمان لو متذكرين انه كانوا جالسين يدرسون موضوع الريورك لميك، لانه ميك للحين من الشخصيات الاسطوريه الخايسه ببراول، وبفيديو اللايكات نفسه بيظهر لنا ذا الريورك. بنشوف فيه الميك عم تضرب ضربة شبيهة كثير لضربتها لما كان عندها طفرة. بمعنى اخر ضربات ميك بالوقت الحالي هي عبارة عن مجالين، كل مجال بيضربك 4 ليازر، اي بشكل كامل عندنا 8 ليازر بيطلع من الميك مع كل ضربة. بالفيديو حق اللايكات شفنا الميك عم تضرب 4 مجالات، بكل مجال عم يكون في معنا 4 طلقات، عندنا 4 4 4 4 عندنا هنا 16 طلقة او 16 ليزر عم يطلع من ضربة ميك، 4 مجالات 4 طلقات بكل مجال. طريقة الضرب كانت شبه عشوائية تقريبا نفس ما طالع بالفيديو. بالإضافة كمان انه طلقات الميك اللي دمجت هناك كانت اقل من دمج الميك الحالي. ميك بالليفل ماكس باللعبة حاليا بتدمج 420 على كل ليزر، ولكن بالفيديو صارت 340. مع انه كثروا عدد الليزر اللي عم يطلع من طلقات ميك، فايش سووه؟ عطوا نيرف لهذه الطلقة عشان يكون الموضوع متزن الى حد ما. وبشكل كامل دمج الميك تحول من 3360 ل 5440. واللي البف قولي البف طبعا ظل ونصب بكل ليازر الميك. طيب زي ما قلت لكم انه فرانك راح على مؤتمر موجود بكوريا عشان سوالف براول وعشان شيء حدث صار براول ستارز بكوريا، ففي ناس كانوا موجودين بنفس الحدث وحصلوا على تسريبات حصريه فينا نقول، وصفحات الاخبار بتويتر نشرت ذي التصريحات. واحده من الاخبار كان بتقول انه براول ناوي على تعاقد جديد، ولكن يكون تعاقد فن او فينا نقول سخيف الى حد ما، يعني شلون التعاقد اللي صار مع بيبي شارك نفس الموضوع حيتكرر مره ثانيه ولكن مع شركة ثانية، وكمان حيكون تعاقد مضحك مش تعاون جدي، يعني مو نفس الجودزيلا. تحسوا براول اي هاف تو فيزز، واحد من تبع جودزيلا اللي كان كذا حماس وحاري، واحد زي بيبي شارك، فنفس الموضوع حيتكرر ولكن مع ناس ثانية. بالاضافة انهم ذكروا انه راح يكون في اهتمام اكثر بالثقافة الكورية ببراول ستارز، يعني سكنات جديدة وابطال جديدة بعد. الشيء اللي بيدعم ذا الكلام انه ميلودي هي الشخصية الوحيدة حاليا ما عندها بيئة، كانت ويلو كذا ولكن لما نزل انجلو صار عندها بيئة، فنحن بحاجة لشخصية تجمع ميلودي ليصير في عندنا بيئة كورية لها ولسه عندنا سكنات مع هذه البيئة. ففينا نقول ذا شيء خلاص 100% مؤكد حينزل باس بخصوص الثقافة الكورية، مع ذا الباس حينزل بطل وحينزل سكنات بخصوص الثقافة الكورية. والصراحة جوي يا شباب، لو تتذكرون الفيديو اللي كنا عم نسولف فيه عن سكنات امبر والبطة حق السوبر سيل ميك ومسابقتهم، شفنا انه البيئة المطلوبة من صناع ذول السكنات تكون بيئة صيفية، وردنا حاليا بالصيف يا رجل درجة حرارة 40. فعندنا هذول السكنين مؤكدين من الليبي، سكن امبر ذا وسكن البطة ذا، مش احسن سكنات الصراحة من سوبر سيل ميك، ولكن بيئة صيف وحالي فما في افكار كثير. ولو تتذكرون يا شباب بكل فيديو توقعات اللي بينزل قبل براو توك بشوي بنذكر انه براو ستارز بتكون عاملة تصويت، وذا التصويت بيكون فيه ثلاث مودات لتخيرنا مين تبون ينزل بتحديث جديد. فبراو اوريدي نزلت هذا الشيء، حطوا لنا الفولي بول وكرة السلة بالاضافة لمود المباراة. الصراحة يعني الثلاث مودات
مجهودات ما احبهم خاصه كرة السلة ولا حق المباراة، يعني بالنسبة لي خايس حبتين، ولكن الفوليبول هو الشيء اللي ارجحه انه حيفوز. بشكل غريب براو ستارز ما اعلنت لنا الفائز، المفروض تعلنوا من زمان، ولكن بالنسبة لي وشي مؤكد انه حيكون الفوليبول لانه له زمان مو نازل باللعبة. ممكن يكون حصل شوية تغيرات لانه كان اخر مرة نزل كان كتير خياس. طيب يا شباب، ذي كل الاخبار المؤكدة اللي جاي من الشركه نفسه واللي ما كان فيها اي هبت، ولكن هلا انتقلت لاكثر فقره احبها واللي فقره الهبدات. خليني اعطيكم واحده من اكثر النظريات اللي جالسه تتداول بعالم التويتر حاليا، وفي كثير ناس عم تقول انه ذي ممكن تكون حقيقيه. خليني اجيكم من البدايه. لو تتذكرون شباب السيزون حق رمال الزمن اللي اجى مع بدايه رمضان وذيك السوالف، كان عباره عن بيئه صحراويه، تمام؟ حلوين. طيب الموسم حق موسم الجودزيلا اللي كان قبل اخر موسم كان عباره عن بيئه ببناءات وفي ديناصورات بكثره ذي البناءات والسوالف ذيك، حلوين كمان حلوين. فذول الموسمين بايش يذكروكم يا شباب؟ بيذكرونا بالموسم الاول للعبه والموسم الثاني. الموسم الاول كان موسم بازار تارا وقت نزل الجيل، وكان اول بيئه صحراويه واول باص والسوالف ذي. عم نشوف الريميك حقه عم ينزل على شكل رمال الزمن، حرفيا نفس الطريقه نفس البيئه، حتى اللودينج سكرين تشبه كثير. طيب نروح للموسم الثاني، موسم صيف الوحوش، نزل فيه البطل سيرج وكمان نزل فيه مود الديناصور ذاك. وعلى ذكر مود الديناصور كمان رجع لنا مره ثانيه بالريميك حقه بحدث الجودزيلا. عم نشوف انه الموسم الاول والموسم الثاني مع المواسم الجديده اللي قاعد تنزل مترابطه بشكل ما، لانه الاثنين يعتبروا نفس البيئه ولكن على شكل ريميك، بس كنات جديده وبيئه جديده بعد. طيب لو مشينا على ذا الاساس، واللي المفروض يكون السيزون الجاي هو السيزون الثالث او ريميك للسيزون الثالث، سيزون كوليك اللي كان فيه بيئه ستار بارك وبيئه مجال ستار بارك. وذا الموسم تقريبا واحد من افضل المواسم عند الناس كثير، ذا الشيء اللي ظهر بحق تصويت الباسات. فممكن انه يكون الموسم الجاي هو موسم كوليك او في نوع الموسم ستار بارك ومجال ستار بارك، مع انه شخصيات ستار بارك مكتمله، ولكن ليش لا؟ بالاضافه شباب بانيميشن دريكو لما نزلت الاغنيه حقتهم على اليسار كذا ببدايه الانيميشن بنشوف فيه لائحه ستار بارك ومكتوب عليها ويلكم تو ستار بارك. ممكن نشوفها كتلميح وممكن ما نشوفها كتلميح بعد، لانه اصلا الاغنيه كلها بتتعلق بالستار بارك وهالستوري ذي، وكان بدايتها اصلا عن ستار بارك، فمش منطق انه ما يحط الشيء لدليل الستار بارك. ولكن لما نربطها بالاحداث اللي قاعده تصير بالمواسم الحاليه فممكن يكون لها دليل ويكون لها تلميح عن الموسم الجاي. الموضوع ادري معقد حبتين ولكن منطقي. خلينا نتكلم عن ثلاثيه اشو وجروم. للحين عم نشوف مليون تحديث عم ينزل ببراول، وللحين ذي الثلاثيه مسحوب عليها السحبه بنت كلب، لانه للحين ما مكتمله وهي تقريبا اقدم ثلاثيه ما انا مكتمل ببراول. يعني متخيل انه في ثلاثيات نزلت بعد ذي الثلاثيه واكتملت وذي للحين لا، فمن الممكن ان نشوف هاي الثلاثيه بتكتمل. وسالتني عن ذا السبب، لو تتذكرون يا شباب لما براول سربت لنا سكنات الهاكرز والسولف ذيك، وسربت لنا ثلاث سكنات مورتيس، زول سكنات قلنا عليهم انهم سكنات الهايبر حقت مورتيس والسولف ذي لانه ربطناها بسكن الجودزيلا حق باز. فالموضوع هون بنشوف انه في مورتيس او واحد من سكنات مورتيس كان سكن مورتيس التنين. ولو ذكرنا التنين فاول شيء لازم يجي على بالك هي بيئه جروم واش، لانه بيئه قلاع وقصص خياليه والسولف ذيك، فممكن يكون لهم علاقه ببعض. ولكن للاسف نحن شفنا انه بين الست هايبرات اسم مورتيس ما موجود، فصعب انه نقول بالتلاتسي الجاي حتكتمل الثلاثيه. ولكن الشيء اللي ارجحه لو نزل سكن مورتيس اثنين ذا حيكون بنفس الوقت اللي بتكتمل فيه اشو جروم او ثلاثيه اشو جروم، ولكن بالوقت الحالي ما ظنيت انه الثلاثيه تكتمل. طبعا هذا لو سكن مورتيس ذا حينزل، الا لو كان اقتراحه خلاص من اللعبه نفسها. بنفس الوقت في امل انهم اقدم ثلاثيه. في شيء غريب حبتين صار يا شباب باللعبه، انه حدث الخنزير خلص امس، ولما خلص كتبوا لنا انه الخنزير بيترصد بعد بحدود 30 يوم. احنا معتادين انه الخنزير بيترصد بعد 40 يوم، ولكن هناك مكتوب حدود 30 يوم. نشوف هذا الشيء صار قبل بمره لما نزل لنا حدث الجودزيلا، كانوا كاتبين يمكن 25 يوم ولا 24 يوم نستنى كم المده بالضبط، ولكن كان نفس الطريقه، اجى حدث الخنزير الجاي ولكن كان الوقت حقه اقل من الوقت المعتاد. ولكن شوف يا شباب ذيك المره كان اقل من 30، كان بالعشرينات، ولكن ذي مرة عم نشوف انه هو اقل بتسع ايام. فعندنا هون بطولة نظريتين، النظرية الأولى انه هم قللوا المدة حقت الخنزير عشان يصير في خنازير أكثر، انه المدة مانا كثير بعيدة يا دوبك تسع ايام، أو انه حيكون في حدث وذا الحدث حيكون بعد حدود 30 يوم. بس بنفس الوقت أنا ما كثير أرجح هذا الشيء، لأنه أتذكر لما نزل حدث جودزيلا كان يا دوبك 20 يوم ولا 25 يوم، فعلى طول لما عرضوا لنا براوتوك وإيش هالأشياء اللي حتصير طلع لنا هذا الحدث باللعبة. فهو حدود 30 يوم والبراوتوك بعد 7 أيام، فما ظنيت إنها ظابطة بشكل كامل.
ولكن خلينا نحط على جنب. جينا لنظريتي المفضلة ونظريتي اللي أنا الصراحة أفتخر فيها، لأنه حرفيا من لما أنا نشرت عن سالفة الجوت والسوليد ليج وأنه براو بتاخذ مع كرة قدم وحالي، وكان حرفيا هبدأ اللي هي هبدأ 100%، ولكن فجأة شفت أنه في كثير تعليقات وافقت الرأي مع هذا الشيء وقالت أنه هذا الشيء ممكن يصير. ليش؟ بسبب أنه أصلا حاليا في كأس اليوروب بكرة القدم ممكن أنه براو ستارز تعاقده مع هذا الشيء، أو مع مرور الوقت تعاقد مع لاعب كرة قدم وينزل لنا براو. والشيء اللي بيدعم هذه النظرية أكثر انه بسوبر سيل فانكيت اللي شفنا فيه بين الجوت بنشوف فيه وحده من ايقونات براول، واللي هي ايقونه رجل كره قدم. طبعا هذه الايقونه نزلت لفتره بالسوبر سيل فانكيت ولكن بعدها انحذفت، فحاليا تعتبر كتسريب يا رب ما يروح الجوت. يعني انتم متخيلين انه ايقونه على شكل رجل لاعب كره قدم؟ فحدا شيء غريب حبتين. طيب شيء زيادة عن سالفه كره القدم وتعاملهم مع لاعب كره قدم، بفيديو اللايكات فجاه مارزو كان محتفل انه داني ما حط عليه ديسلايك، ولكن فجاه مارزو رسبان بملعب كره قدم. ليش ما حطوه باي مكان ثاني غير كره القدم او بملعب كره قدم؟ يعني عارفين حطوه بالجرين سكرين بملعب كره قدم عم يحتفل هناك، فالموضوع بيزيد الشبهات اكثر. طيب تبون اكثر كمان؟ براول صارت تنزل عروض من المتجر، اذكر انه نزلوا الدرب نزلوا داينامايك، ما ادري نزلوا داينامايك بس اذكر اني شفت الدرب من المتجر قال انهم عروض بالمتجر، فليش نزلوهم فجاه؟ بالاضافه يا شباب خليني احكي لكم معلومه عن صناع المحتوى حقين براول او حقين سوبر سيل بشكل عام. عندنا عمله اسمها عمله صناع المحتوى، دي العمله تقدر تشتري فيها اشياء زي الفيجرات ذي او انك تشتري فيها سكنات لتعطيهم لمتابعينك كجيف اواي. فبراول السكنات اللي بتحطهم بذا المتجر مو كل السكنات، بل بتحط السكنات الموجودين للبيئه الموجوده حاليا ببراول. اني اتذكر بيوم نزل رمال الزمن وموسم رمال الزمن حطوا لنا سكن كارل وسكن ريكو وسكنات متعلقه بذي البيئه، ولكن حاليا بمتجر صناع المحتوى موجود عندنا سكن بوني حق 30 جوهرة وسكن داريل، فاوريدي حاليا ما في شيء بيخص كرة القدم، فليش حطوا دول السكنات واصلا ما في بيئة؟ فنقدر نعتبرها تسريب زيادة او تنمية زيادة. فما ادري عنكم يا شباب، ولكن الصراحة انا كثير عاجبني نظرية الستابك وعاجبني نظرية كرة القدم حبتين، انه اشوفهم كثير منطقيات. اعطوني رايكم بالتعليقات وهذا كل شيء حاليا، نراكم ان شاء الله بعد 5 ايام بالبراوتوك.